السلام عليكم، صباح يوم جديد. النهارده بقى زي ما احنا شايفين هنعمل برضه وصفات العيد. بعد الناس ما بتذبح كل الناس دايما تعمل الوصفات دي قبل، نحن نختلف عن الاخرون. بعد ما تذبحوا بقى كل الحاجات دي بتبقى عندكم في الفريزر مش عارفين تعملوا بها ايه. امبارح عملنا الكرشه وثلاث طرق، النهارده بقى هنعمل ثلاث وصفات حلوين قوي برضه. العيد يعني ايه؟ العيد يعني فته، يعني لحمه، يعني رقاق، يعني فشه، يعني ممبار، يعني كرشه، يعني طحال. طحال مش طحالب، مش نظر ايه اسمه طحالب، اسمه طحال على فكرة. طيب النهاردة بقى هنعمل الفشة اللي هي الرئة بتاعت العجل او الخروف، الرئة اللي عندك المتاحة هنعملها الفشة، وهنعمل كمان الطحال. اول حاجة نقول بسم الله. انا عندي الفشة اهي، دي الفشة، دي بتبقى نية لونها احمر كده، دي الفشة اهي. تمام، اول حاجه بتتسلق، كل طبعا ما بتحطيها تحت الميه تتغسل كويس قوي. عندي ميه بتغلي اهي، بسم الله. طبعا نديها خمس دقايق، وبعد الخمس دقايق نروح شايلينها وحاطين ميه نظيفه زي ما عملنا امبارح في الكرشه. هي عموما حاجات وصفات العيد كلها بتاخد اول غلوه وبعد كده بتروحي شايلاها وحاطه في ميه نظيفه، تغلي بس غلوه وبعد كده نرمي الميه نحط ميه نظيفه. دي اول حاجه. تاني حاجه الطحال، هنا انا عندي ميه بتغلي برده، هنا هي قربت تغلي، ادي الطحال. ادي الطحال كمان هنا اهو. طحال يا جماعة لو جبتوه مقطوع أو مخروم أو في أي مشكلة ما تاخدوش من الجزار، وخلوا الجزار يحافظ عليه، لأن الطحال ده كله دم، لو اتخرم هيقعد ينزل دم لغاية ما تلاقوه فدي، فلازم يكون مش مقطوع ولا مخروم ولا أي حاجة. ألو يا نادية. أيوة حبيبتي، صباح الفل. صباح الفل يا نادية، أهلا بيكي. منوره، ربنا يخليكي يا نادي، تسلمي. ايوه الايام اللي فاتت دي كانت وحشه قوي. قولي لهم ان انا الدنيا وحشه من غيري، عرفيهم. القمر كان غايب. عشان تعرف اهو متابعيني وجمهوري وحبايبي. والله بجد انت ما بتيجي بيبقى اليوم جميل. ربنا يخليكي يا نادي، تسلمي. ربنا يخليكي يا رب، وتفضلي كده منوره الدنيا والله. اقول لها يا كريمه انت بتقولي ايه؟ يا حبيبتي ربنا يخليكي. كريمه بنفسك على الصبح. ربنا يشفيك. تسلمي يا نادية، كل سنة. طيب عملت بقى حاجات العيد ولا لسه؟ اه طبعا في العيد عملنا كل حاجة. كله بس انا صراحة لسه ما عملتش الفشة. اعمليها بقى، هنعملها النهاردة اهي. سبحانك يا رب، عايزة اقول لك اعملي فشة. شفتي بقى هنعملها النهاردة اهو، طريقة حلوة. انا بحبها قوي. لا جربها بقى، اعملها بطرق حلوة النهاردة قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. انا متأكدة وواثقة بإذن الله انها هتعجبكم. طيب نقول بقى ايه؟ احنا دلوقتي عملنا ايه؟ نزلناها في طيبة. وانت طيبه يا ندى تسلمي، شوف الطريقه هتعجبك ان شاء الله. نزلنا كده الفشه وانت طيبه يا ندى تسلمي، نشيلها بقى هنا كده. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا ندى، نورتنا وتسلمينا كل يوم يا ناديه. اهو شلناها كده، خلاص كده احطها بقى على النار واديها ميه نظيفه. احنا بنعمل ايه بقى بالحركة دي؟ احنا بنشيل اي زفارة فيها. كل شوية البوتاجاز تتفي مني، حد مسطل البوتاجاز ده عليا. نسلقه بقى سلق عادي، نديها ورق لورا اهو، حبة هان، شوية فلفل، ممكن حبة بصل او ممكن بصل سليمة مش مشكلة، ونديها ميه ونسيبها تستوي اهو زي ما عملنا هنا نعمل في الطحال، بس نستنى لما الطحال يغلي شويه اهو. نسيبها بقى ايه براحتها لحد ما تستوي زي ما عملنا هنا بالظبط هنعمل في الطحال. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه قوي، الفش لما بتتسلق بيبقى شكلها كده، نقطعها مع بعض. تكون بقى فيها الزور وفيها اهي،
دي الفشه بعد ما اتسلقت صفيها بس من الميه. الابيض اللي فيها ده الزور نقطعه. بسم الله. اهو ده الزور، في ناس بتحبه ناس ما بتحبوش، بس عند كل المصامت بيحطوا الزور اهو. شايفين هو ده الزور، نحطه هنا كده. نبدا بقى نقطعها شرايح. هنحمر حبه. تروحي دايما المصمت بتلاقيه حاطط طاسه كبيره قدامه كده، عايزه ممبار عايزه اي حاجه يسقط كله في الطاسه، تاخد لفه كده ويروح بعد كده ايه نطلعها في طبق. رشش لك بقى عليها البهارات من على الوش، سواء طحال اللي بيبقى في الطاسه ده ليا مع زيت. انتوا ممكن تحطوا زيت بس زي ما احنا نعمل دلوقتي. استوت معانا الفشه، الفشه ممكن تاخد لها ساعه ولا حاجه. الدهون دي هخليها مش اقليها عشان طبعا دي هتطرطش على وشي. فالدهون دي هخليها في اللي هي الفشه اللي بالفلفل. طبعا دي بتتعمل في طاسه كله بتشوح مع بعضه. اللي اذا انتوا مستغنين عن وشي، مستغنين عن وشي يا كريمه؟ انت روح تقولي اه مستغنين عن وشي، انا بحبك يا كريمه. كريمه حلو قوي كده. هولع بقى على الزيت، اشيل بس دي تتسلق بعدين عشان خاطر انا محتاجه ايه الطاسه اكتر، محتاجه العين اللي في النص اكتر. انتوا مالكم زحمين الدنيا كده ليه؟ هو في ايه الزحمه دي كلها يا ولاد؟ مرزوق ما بيحبش الكوسه. اما نشوف هنا بقى ايه طاسه اللي بيحطوه في كيس. الطحال لو مخروم حتى لو حطيتيه في كيس الدم بينزل في الكيس. الافضل والاحسن لو عندك بقى طحال مقطوع او مخروم، الافضل يتعمل على البخار. هاتي مصفى وحطيه على مصفى وحطي تحتيه حله فيها ميه، افضل من الكيس بكتير. هنا اهي هنحمر الحبه دول ونشوح الحبه دول. نقطع حته من الزور برضو. ادي الفشه لسه طبعا هنعمل لكم طبق السمين على بعضه. طبق السمين يا جماعه بيكون بقى في كل المشتقات، ممكن تحطي حاجه وتشيلي حاجه دي براحتك. طبعا في الاول وفي الاخر الاكل اذواق. بس نشوف ايه سخنت اهي الطاسه. بما ان الزيت كتير هنا هنعمل ايه؟ هناخد حبه زيت من السخن اللي هنا في الطاسه دي، نحطهم هنا. زيت كتير نشوف كده ده سخن. اه الزيت سخن عندي اهو. حاول المحمره قطعها كبيره، وطاقه ما بتقعدش كتير في الزيت. هنا اهو، وعندي حبه نعمل متشوح كمان في الطاسه هنا اهو. لو ما كانش الليمون يبقى الفشه، لو ما كانش الفشه يبقى الليمون. يا لهوي خرابي يا ولاد. نشوحها كده، عايزاها تتحمر شويه كمان كده. نقطع لها بقى حته من الزور وحته من البيضه دول القرقوشه دي. كده احنا قطعنا الفش. هعمل ايه دلوقتي على ما تتشوح؟ الطحال المسلوق بيكون شكله كده،
ده شكل الطحال بعد ما بتسلق بيتقشر بقى. تروحي فرده كده، دي القشره عليه بتتشال اهي، شفتوا القشره دي؟ نشيلها كلها اهي، اهي نشيل القشره دي كلها كده، تشال معانا بكل سهوله اهي. على ما نقشرها نطلع فاصل ونقشرها في الفاصل ونرجع لكم بعد ما نقشرها عشان نقطعها مع بعض على طول. رجعنا لكم بعد الفاصل، قبل الفاصل بلحق وانا ما لحقتش اعمل حاجه في الفاصل اصلا، خدوني كده على شمي وجابوني الجري كده، طلعنا كده الفشه اتحمرت. يا لهوي انا عارفه ان انتوا حد مصلكوا عليا، مرزوق انا عارفه اللي هو صلكوا عليا، انا عارفه. نحط اخر دور فشه كمان اهو عشان مرزوق ما بيحبش الفشه، بس كده. واحنا بنحطه بقى كده، يما نقلب كده، بتتقلب كده الطاسه صغيره، ما تشوفوا لنا وق كبير. نكمل بقى ايه تقشير الطحال اهو، ما لحقناش، مفيش هما اتنين خدتهم. بس كده الطحال زي الفل اهو. نحط بقى ايه على الفشه هنا، يا ريت شويه بصل كده وشويه فلفل اخضر وشويه احمر نكسر اللون، عايزه اوق ده مش مكفي. متكفي يا ولاد. نبتدي بقى ايه نقطع الطحال. اهو لازم يبرد خالص عشان تعرفي تقطعيه. بصوا اهو شايفين عامل ازاي، خلي مرزوق يجيبهولي. قومي يا مرزوق هات الوك يا مرزوق من عندكم. شوف مرزوق عامل نفسه مش سامعني، انا عارفه ده اكتر واحد عايزنا تلسع مرزوق ده. بصوا بقى الطحال اهو، بعد ما نشيل الفشه من الزيت هنحمر الطحال برضو. ايوه كده اهو، نصفي بقى الفشه كده كلها اتحمرت معانا. بصوا بقى حلوه ازاي، بصوا لونها اتحمرتش اكتر كده عشان خاطر ما تنشفش. يا ام مي هل هلالك؟ ايوه هو اتصل في ايدك دي يا مرزوق. ايوه صباح الفل يا ام مي. ايوه ازيك يا ست صدفه، عامله ايه؟ اهلا بيكي، كل سنه وحضرتك طيبه وانت بالف خير. يا رب ايدك بقى في الوصفات بتاعت النهارده. حلوه جميله والله، تسلم ايدي. عملت ايه بقى انت من وصفات العيد؟ انا عملت والله طريقه الكفته بطريقه حضرتك. ايه رايك فيها؟ حلوه جميله قوي، الوصفات اللي انت عملتها قبل العيد جميله قوي، عملت كل حضرتك اللي عملناها. عملنا قبل العيد الكفته والطرب والحواوشي صح؟ ايوه. الف هنا. تسلم ايدك والله. جرب بقى الوصفات دي كمان هتعجبك. امبارح اتفرجت على حلقه الكرشه. بكره بقى الممبار الضاني والكندوز. تسلم ايدك والله، كل وصفاتك حلوه وجميله يا شيخ. الله يخليك يا مومي، تسلمي. شكرا لك يا مومي، ربنا يسعدك، كل سنه وانت طيبه. هنا بقى حطينا الطحال يتحمر هو كمان اهو، اما الباقي هنعمله في طاسه كده بالثوم. نقطع اخر حته كده عشان ايه نلم ايه الدربكه اللي قدامنا دي. طبيعي اي ست بيت بتدربك حواليها، اي ست بيت بتبهدل حواليها،
احنا لما بنطلع معاكم عنا هلاوة بنعمل كل حاجة قدامكم زينا زي اي ست بيت عادية عادي، لازم تدربكي وتوسخي، ما اكيد يعني الحاجة مش ستاندر قدامك. نشيل بقى كده اهو، مرزوق الهي يسترك قبل الحل اهي، قبل الطاسة الكبيرة. ايوه عشان دي صغيرة، دي كانت هتحرقها لي. بصوا خلينا تبرد شوية اه، نحطها بقى تتشوح كده كويس قوي، نديها بقى ملح وفلفل شوية عصير ليمون وفص ثوم نحطها بقى هنا كده، وهنا ناخد طاسة عشان نعمل الطحال على طول بالمرة، في نفس الوقت نقلب الطحال هنا دقيقتين بالظبط ونطلعه. خلاص دخل في التحميرة اهو، هنجيب ايه بقى، طبق كبير نديله هنا رشة بقدونس عشان خاطر ايه، نحط الفشة بتاعتنا بعد ما بتتحط بقى كده، بنديها بقى رشة ملح وفلفل من على الوش وعصرة ليمونة. ادي يا جدعان الفشة المقلية، بصوا بقى حلاوتها في سندوتش بقى ايه، عايزاكم محطين لي شنطة عيش جنبي عشان اعمل سندوتشات، انا مش هعمل سندوتشات، كل واحد يعمل لنفسه سندوتش اهو. حلوة قوي كده، نديها بقى رشة فلفل ورشة ملح بس كده. نيجي بقى هنا نرص الطحال اللي احنا عملناه التاني اهو، يتحمر معانا بسرعة. وهو بيتحمر هنا بقى هنعمل ايه، لسه لحقنا نطلع فاصل؟ لحقنا؟ طب نطلع الطحال الاول، معازل اللي كده ماشي، جهز يا نفسك يا معاذ، هو عارف يجهز، جهز نفسك يا معاذ، ولا اقولك على الهوا عايزاك ليه يا معاذ؟ يا ها يا معاذ. طيب نقلب بقى ايه الفشه اللي هنا دي اهي. بصوا بقى قبل ما نطلع الهوا عايزه اوريكم حاجه مهمه، بعد اذن حضرتك يا سعاده الباشا. اه تصدق لخبطتونا يا جدعان، لخبطتونا. بصوا بقى هنعمل صينيه رقاق صغيره، بس هنعملها في الطاسه عشان الناس اللي ما عندهاش بوتاجاز او عندها مشكله مع البوتاجاز. انا عندي هنا ايه، شويه شوربه سخنه، هنديها شويه لبن شويه ملح فلفل، عندي طاسه فاضيه اهي، جيب بقى فرشة كده على طول سريعا ندهنها سمنة كده في الطاسة
عشان دي اللي هنعمل فاصني طول او هنسويها على بتجاز من فوق. هعمل لكم بس اول طبقه على ما نرجع من الفصل. بس انا وشي بعيد الحمد لله. نبل الرقاق كده اهو بالشوربه والحليب اهو. كده اسرع اهو شابله قوي. اخلصهم بقى ونروح فاصل ونرجع بعد الفاصل اكون جهزت الصينيه. هحط اربع طبقات رقاق تحت وفي النص لحمه مفرومه واربع طبقات رقاق من فوق. رجعنا لكم بعد الفاصل. والله ما لحقت اعمل حاجه في الفاصل خالص. هنا بحط اللحمه المفرومه اهو. حطيت اربع طبقات رقاق وادي اللحمه المفرومه. كفايه كده دلوقتي نبقى نستعملهم في حاجه تانية بكره ان شاء الله. وزي ما عملنا تحت هنعمل فوق كده. الشوربه عشان بردت مني عشان كده بكتر فيها مفيش اي مشكله خالص. طبعا السمنه كده كده هتسيح. طبقه كامله كده احطه بقى على نار هاديه واسيبه يستوي براحته الرقاق ده. انا كده عندي الفشه هنا خلصت خلاص. سمنة هنا كده اهي بس الفشة عندي هنا خلصت خلاص. نحطها بقى في طبق. نيجي هنا عند الطحال. ادي الطحال اهو. نحط له توم شوية توم. وشوية فلفل ما بياخدش بصل اهو. فلفل احمر وفلفل اخضر. ونشوحهم مع بعض. يبقى كده كمان معانا الطحال خلص ودي خلصت كمان اهي. نلم بقى الكركبه اللي حوالينا دي. ناخد بقى صينيه الرقاق اضغطها بقى باي صينيه عندكم اي حاجه طاسه صينيه اي حاجه عندكم. اضغطوها كده فوقيها واولع النار هنا. اهدي بس النار شويه واسيبها فوقيها كده اهي. ونقلب ده اهو ملح وفلفل وما نكترش. طبعا لما جينا سلقناه حطينا بقى فيه حبهان ورق لورا وبصل وكله بيتشوح بس كده مع بعض اهو. دقيقتين ونشيله. نلم بقى كل ده خلاص كده خلصنا. نطعم بقى هنا ايه بحته سمنه. نطعم كده ندي تطعيمه كده بحته سمنه. تطعيمه بس كده. الله على الريحه. رشه بهارات بسيطه برضو ما نكترش. نلم بقى الحاجه دي كلها كده اهو. ادي الفشه الثانيه اهي. ونقول الو يا ناديه.
يا نادية. أول مرة أشوف الطحال بتعمل بتوم وبصل وفلفل. جربيه. بس شكله حلو قوي. جربيه يا نادية. شكله جميل قوي، فتحت نفسي صراحة، جوعتيني. جربيه هيعجبك إن شاء الله. أيوه. ما بيتحمرش كتير برضو. ما بيتحمرش كتير يا نادية عشان خاطر ما ينشفش معاكي. بس شكله حلو قوي، لازم تجربه وتتصلي ان هو عجبك ان شاء الله. انا هين عليا يركب واجيلك. تعالي يا سلام. احنا بفكر نخلي ومسكن الحبايب ام ساجده وام مي. ام مي كلمتنا من شويه. كمان ام مي كلمتنا من شويه. الحاجه ام مي لسه ما كلمتناش خالص. الحاجه ام مي معاك. ربنا يديها الصحه. ربنا يبارك فيهم يا رب. هم راحوا فين؟ هتلاقيهم جايين بكره ان شاء الله. هتلاقيهم جايين بكره ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. حاجتك جميله. ربنا يخليك يا انت اسمك ايه؟ يا ناديه. ايوه كريمه لخبطتني. تسلم ايديك. تسلمي يا ناديه. جربيه ان شاء الله واتصلي نقول ان هو عجبك ان شاء الله. ان شاء الله هجربه، شكله عجبني قوي. جربيه هيعجبك باذن الله، انا واثقه. ماشي يا حبيبتي كده تمام. قد كده. شكرا ليك يا ناديه. وصفه فشه والوصفه الثانيه. وادي الطحال بالثوم. بصوا بقى يا ولاد، ينزل بقى كده يتزقلط كده في قلب الطاسه، من الطاسه كده على الطبق. بصوا بقى الجمال والحلاوه. حلو قوي. امسح بس طرف الطبق. يبقى كده خلصنا. وادي طبق الطحال المحمر التاني اهو. كده ناقص الرقاق بس. نمسح طرف الطبق. طبعا اكل دوت لازم نقدم جنبي سلطه خضراء، مش هينفع نسيبها كده سلطه من غير اي حاجه. لازم سلطه بقى خضراء او مخلل، بس الافضل سلطه خضراء. تعمل لها بقى تتبيله كده حلوه زي بتاعه المشويات. السلطه الخضراء هنعملها طماطم وبقدونس وبصل وخيار. بس بقدونس ناخد حبه هنا كده، وطماطم وخيار وبصل ونتبل بقى بعد كده. وادي الخيار اهو، وادي البصل كمان. نحط بقى ايه؟ خل وملح وليمون، ممكن شويه كمون. ادي ليمون وادي خل وملح، شوية بابريكا كمان اهو. البابريكا دي بتدي مية لون كده حلو في المية بتاعت السلطة. وان كمان نديها شوية مية بس. دي سلطة حلوة قوي وسريعة. نقلبها بقى كويس. بسم الله. بصوا لون المية بقى مع البابريكا والطماطم زي بتاعت الحاتي بالظبط اهي. بصوا جمالها اهي، شايفين؟ كده فاضل ايه؟ فاضل الرقاق بس. نبص على الرقاق دلوقتي كمان بصه. لحقنا فاصل الحلقه النهارده، حد باصص لي فيها؟ ادي كده اهي الرقاق ريحته طلعت. نبص عليه علشان ما تتحرقش مننا. نعلي بقى النار شويه اهي، يبدا يتحمر بقى كده. الرقاق استوى، عايزينه بقى يتحمر. فعلينا النار شويه. في الاول لازم تخلي النار هاديه بس كده. سيبه بقى ايه يتشمع كده ويتحمر من تحت على ما نطلع فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم عشان نكمل الرقاق. Thank you.
رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا الفشه كلها نوعين، وعملنا الطحال، وعملنا الرقاق. بصوا بس نيت الرقاق انا قلبتها في الفاصل، حطيتها على طبق ورجعتها في الطاسه الناحيه الثانيه، واحنا بنقلبها كده عشان خاطر تتحمر. بصوا من هنا، لا بصوا بدات تبقى مقرمشه كده. خدوا بالكم من النقط دي، ونيجي تحطوها الناحيه الثانيه. دي دهنه زيت بسيطه او سمنه عشان ما تتحرقش منكم. وهي بقى بتتحمر كده، نشوف هنعمل ايه. احنا زي ما قلت لكم وقلت امبارح واقول كل يوم، بنحرم نفسنا من اكل كتير، ودايما نيجي على نفسنا في موضوع ان احنا نخس، ودايما ما بنبقاش عارفين نعمل ايه، وما بنبقاش عارفين ناكل ايه. ونيجي بالليل تيجي لنا تحسوا كده البني ادم بطنه بتفتح كده على الهويس، ويبقى عايز ياكل الاخضر واليابس. طيب دي حاجه. حاجه كمان، احنا في اماكن كده معينه في ستات او رجاله بتبقى تخينه، كلها دهون بقى تراكم السنين اللي فاتت كلها مع الاكل ده. صباح الفل. صباح النور. نعمل ايه بقى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت قلتي كل حاجه خلاص، انت كده قلتي كل حاجه. عشان انا اصل احنا اعرف ناس كتيره بتعاني، وانا من ضمن الناس اللي بيعانوا دي. في اماكن كده بتضايقك في اللبس، خصوصا لما يكون عندك مناسبه. اه طب يا جدعان اشفط ايه البطن دي طلعت امتى؟ الدراعات دي طلعت امتى؟ طب انا هلبس الفستان بتاعي ازاي؟ وعلى فكره ده ستات ورجاله، يعني بتلاقي في الغالب عند الرجاله اكتر منطقه فيها ازمه منطقه البطن. اه بصي بقى، قبل اي حاجه مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده، وتسلم ايدك على الاكل الحلو ده. رايك بقى؟ يعني خطير بجد. تسلم ايدك. بقى رقاق وسلعاهم ورقاق وحاجات ومش عارف ايه. تسلم ايدك بجد، وريحه حلوه قوي قوي. شفتي بقى؟ عايزه اقول لك بقى، بما ان انا النهارده معاكي، فاحنا بقى هنستغل بقى الفرصه دي، والنهارده طالعين بعرض حلو قوي قوي قوي، وبنتكلم النهارده عن منتجات قويه جدا جدا جدا. النهارده معانا كورس قوي. النهارده الكورس بتاعنا اسمه بوكس حلال المشاكل. ليه بقى حلال المشاكل؟ المشاكل هي فعلا مشاكل. ليه بقى؟ لان احنا كده كده اي حد عنده مشكله سمن او زياده وزن بيكون عنده مشاكل كتيره، مش بس انا تخين انا وزني زياده، لا كمان عندنا مشاكل صحيه. زياده الوزن بتعمل معايا مشاكل صحيه زي ضغط وسكر كوليسترول، حاجات كتير جدا جدا. الشكل، الحاله النفسيه، كل ده دي عندي مشاكل سببها الاساسي السمن او زياده الوزن. والله اكتر من ده كله التنمر، حاجات كتير بقى. ما هو ده بيأثر على الحاله النفسيه بقى معانا، صح؟ عارفه عايز اقول لك حاجه، لما واحده بيتنمر عليها وترد رد يضايق اللي قدامها، هي بتبقى رده من غيظ، بس جواها متضايقه. طبعا طبعا. قلت لا انا عاجبني نفسي كده، اصل الراجل اللي من غير كرش ما يسواش قرش، اصلي انا ما باكلش من عندكم والكلام. لا، هي الواحده ممكن مثلا تكون الكلمه ضايقتها، فده بتلاقيه رد فعل ليها. واحنا بقى ما شاء الله بقينا الناس بنتنمر على نفسنا اصلا. دي حقيقه. بس انا عايزه اقول حاجه، احنا دلوقتي قاعدين نخس مش عشان ارضي الناس او عشان عشان صحتي حلو قدام الناس، علشان نفسي، علشان شكلي انا قدام نفسي، وعشان صحتي والحاله النفسيه والمشاكل كلها بتاعت السمنه، الضغط والسكر والكوليسترول وتعب اللي بيجي بعد كده في القلب والمفاصل والعظام وكل الكلام ده. طيب النهارده بقى معانا عرض حلو قوي يا شيف صدفه، كورس حلال المشاكل. طيب العرض بتاعنا ده بقى عباره عن ايه كده؟ وبيحل لي ازاي كل مشاكل السمنه، وازاي في خلال شهرين هقدر ان انا انزل وزني حوالي من 20 ل 30 كيلو. يعني ايه؟ يعني شهرين. شهرين من 20 ل 30 كيلو نسبه كويسه، لان طبعا اقول لك ايه 30 كيلو في الشهر 40 ده لا احنا بننزل بوزن معقول. وحش. انا عايز اقول لك ال 5 كيلو اللي هينزلوهم مثلا في اول اسبوع هيبقى في فرق كبير جدا باين عليهم. فانت تنزلي 30 كيلو انت بقيتي بني ادمه ثانيه. ال 10 كيلو بيبان طبعا. ده اللي واحده قوي تروح الدكتور لو خسرت 5 كيلو تلاقي تقف بقى تتامل في نفسها وتفلي نفسها وتقف قدام المرايه وتقعد بقى تقيس بالصح. وهنغير المقاسات، هنغير المقاسات وهنغير ستايل اللبس بتاعنا، هتلاقي كل حاجه اتغيرت. طيب العرض بقى بتاعنا اللي احنا النهارده مقدمينه او هنتكلم عنه عباره عن ايه؟ اول حاجه انا مقدمه لك كورس كامل عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. كبسولات ونقط واعشاب دول يقعدوا معاكي مده شهر كامل. طيب النهارده احنا مع شيف صدفه عايزين نستغل الموضوع ده ونقدم هدايا ونقدم عروض ونقدم حاجات كويسه جدا. اكتر اسئله جايه لك دلوقتي ايه؟ احنا لسه خارجين من العيد واكلين لحمه واكلين فته واكلين مش عارف غير اللحمه والفته كان قبلها على طول رمضان. رمضان واللحمه والفته والحلويات والحاجات، وبعدها على طول كحك وبسكويت. طب يا جماعه ده منتج طبيعي امن 100%، كل اللي فيه اعشاب طبيعيه، واخد تصريح من وزاره الصحه، والتصريح هينزل دلوقتي قدامكم على الشاشه عشان خاطر تشوفوه. دي حاجه. تاني حاجه مفيش منه اي ضرر ولا اي خوف خالص. ياخد بيتاخد من سن كام لكام؟ اول حاجه الكورس بتاعنا بيتاخد من سن البلوغ لحد 70 سنه. دلوقتي بتتصلي على الارقام اللي موجوده على الشاشه عشان تلحقي عرض حلال المشاكل. النهارده عليه خصم 50
في المية على العرض بتاعي الاساسي، ده غير الهدايا اللي لسه هنتكلم عنها. هتتصلي معاكي فريق طبي كامل على اعلى مستوى، هياخد وزنك وسنك وحالتك الصحيه واماكن تجمعات الدهون، وهيديكي الكورس المناسب ليكي بالهدايا بالخصم بكل حاجه. طيب العرض بتاعنا بقى كده واحده واحده عباره عن ايه؟ انا بقدم لك النهارده كورس فيه 10 منتجات ده لمده شهرين، شهرين كاملين هنسف كل الدهون دي، هننزل الوزن، هنسد الشهيه، هنرفع معدل حرق الجسم، وكمان هنعمل نحت وتثبيت. النحت والتثبيت دول يعني انا مع نزول الوزن برسم لك شكل الجسم وبثبت لك النتيجه اللي انت بتوصلي لها. كل ده في العرض بتاعي النهارده ال 10 منتجات. ايه هم بقى ال 10 منتجات؟ ال 10 منتجات دول كبسولات ونقط واعشاب، ده كده معاكي في اول شهر، ينزلك حوالي من 10 ل 15 كيلو في الشهر الاولاني. الشهر الثاني زيه بالظبط، هديه على الشهر الاولاني، كبسولات ونقط واعشاب تاني. يعني كده معايا كبسولات ونقط واعشاب وعليها كورس تاني هديه، كبسولات ونقط واعشاب كمان، يبقى انا كده معايا 6 منتجات اساسيه في العرض اللي هو كورس حلال المشاكل، ينزلوا معاكي ايه من 20 ل 30 كيلو في الشهرين، وهتلاقي فرق من اول اسبوع على الميزان من 3 ل 5 كيلو. حلو كده؟ حلو طبعا. طيب احنا النهارده مع شيف صدفه جايين في البرنامج ده، انا اول مره اكون معاكي، فاحنا معانا النهارده 4 هدايا مقدمينهم لاي حد من مشاهدين البرنامج بتاعنا النهارده، وهيكون من اول 200 متصل هياخد الخصم والهدايا اللي هتبقى 200 متصل. طب نشوف راي رانيا. يا رانيا يلا. الو، اهلا يا رانيا. ازيك يا شيف صدفه؟ اهلا وسهلا بيكي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن اكلم دكتور مي؟ طبعا يا معاكي وسامعاكي، اتفضلي. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا عايزه البس احمر زيك، ماليش دعوه. طب يلا بقى مستنيه ايه؟ طب قولي لي، احكي لي، طيب ايه عندك اي سؤال؟ انا عايزه يعني خلاص خدت قرار ان انا انزل في الوزن لان انا داخله على الميزان. حلو جدا. ماشي. وعشان اغير حياتي بقى كلها واطلع العبايه السوداء واللون الاسود اللي اكيد ان شاء الله، واللبس والغوامق عشان خاطر نداري بقى زياده الوزن او الاماكن اللي مش عاجبانا. قررتي ان انت خلاص تنزلي وزن وتاخدي الخطوه ان شاء الله؟ واحنا معاكي ان شاء الله، وهنساعدك لحد ما توصلي الوزن المطلوب. طيب انت عندك اي مشاكل صحيه؟ لا الحمد لله، انا سني 28 وما عنديش اي مشاكل خالص. انت خدتي الكورس ولا لسه؟ انا لسه ما خدتوش، بس انا ليا واحده زميلتي ما شاء الله بتكسب كتير قوي معاكم. تمام. حلو. بتكسبك جدا، باين على شكلها. هي من دعماني، هي اللي عماله تقولي اتصلي بيهم وشغلي لهم وزنك وسنك وحالتك، وهم هيقولوا لك الكورس. هي اللي شجعتك؟ اه جدا. انت كمان لما شفتي اكيد نتيجه عليها حسيتي ان انت متشجعه، انت شفتي نتيجه قدامك. اه طبعا. انا وهي كنا بنحب الاكل جدا، وما زلت انا ما بقدرش امسك نفسي. هي طبعًا. دلوقتي لما بنخرج لا بتعرف تعمل كنترول كويس قوي. خدت الكبسوله فخلاص قفلت معاها الشهيه، صح؟ أيوة كده بالظبط. ومهما انا اطلب اكل قدامها لا، هي طيب. يعني ما بتقدرش تكمل. طيب احنا العرض بتاعنا النهارده انت لو لحقتيه، اولا احنا النهارده عاملين عرض كورس وعليه كورس هديه، وكمان لسه معانا 4 هدايا هنتكلم عنهم، معانا خصم حلو جدا لاول 200 متصل، ده غير ان التوصيل مجانا والمتابعه كمان مجانيه. النهارده العرض حلو لان انا اول مره اكون موجوده هنا مع شيف صدفه، فعاملين عرض حلو وهدايا وخصومات. فانت بقى الحقي كلمي الارقام اللي موجوده على الشاشه عشان تلحقي العرض بالهدايا بالخصومات، وطبعا انت عارفه انت كده كده باذن الله هتلاقي نتيجه من اول اسبوع ان شاء الله. يا دكتور متشكره ليكي جدا والوقت. عفوش عرفتيني. قول بقى الهدايا. قولي الهدايا. قول لهم الهدايا بقى. كده قلتي اول حاجه كبسولات نقط واعشاب. اه. الكبسولات بتعمل ايه؟ الكبسولات بتعمل كل حاجه. النهارده الكبسوله الخماسيه معانا، الكبسوله دي سد شهيه، تعليه حرق، نحت قوام، وتثبيت، وبتقضي معاكي على الخليه الدهنيه. يعني لو حد دلوقتي بيحب الاكل، احنا بناكل مثلا بالليل عندنا شهيه عاليه للاكل، بحب اكل حلويات، باكل جنك فود. انت كده ليه؟ بنحافظ على جسمنا بقى. خلاص احنا لو حسينا ان احنا اصلا الوزن بدا يزيد عليكي وعلى الكورس على طول، هيساعدك ان هو يقفل لك الشهيه، هيرفع لك الحرق جدا جدا. الناس اللي عندها مشكله الحرق وبتقول لك انا مش هخس انا جربت الحرق ضعيف، يقول لك الحرق ضعيف مفيش حرق، انسي بقى كل الكلام ده. انت النهارده الكورس بتاعك فيه النقط هترفع معاكي الحرق، الكبسول هيرفع معاكي الحرق، الاعشاب ترفع لك الحرق. في النهارده بقى معانا هديتين على العرض خطيره، 2 امبول تعليه حرق، دول امبولتين تعليه حرق. اه ممكن تتاخد كحقن او ممكن تتحط على ميه، بترفع معاكي معدل حرق الجسم 4 اضعاف الحرق الطبيعي، تخلي الجسم بتاعك مصنع حرق، يفضل طول اليوم تحس ان جسمك كده فيه طاقه وفيه نشاط والحرق بتاعك شغال. الامبول الواحد من دول احنا مع النتائج اللي احنا بنشوفها
الأمبول الواحد من دول ينزلك من 2 ل 3 كيلو الواحد فيهم، ده غير الكورس الأساسي. يبقى احنا كده معانا علبتين كبسول، علبتين نقط، علبتين أعشاب، 2 أمبول تعليد حرق. معانا بقى هديتين كمان. الناس بقى اللي عندها ايه مشاكل تخص بقى الجلد والبشره، منطقه البطن فيها خطوط بعد الولاده، ده الخطوط دي مش بعد الولاده بس، ده في كل حته ده على طول. حتى لو تخنوا تلاقي خطوط بقى يمين وشمال وفوق وتحت. انت ممكن نشوف الحالات، يلا بينا شوف الحالات يا جماعه لو سمحت قبل وبعد كده، خلاص تتشجع كده وانا مش من اولكم. يلا بصي هنا ايه ده، بصي قبل وبعد، ده كان قاعد بياكل بقى مسكوت، هو بياكل بقى وبعد كده هو كمان المشكله عنده ان هو طبيعه شغله ان هو بيروح بالليل متاخر فيتغدى او يعتبر يتعشى وينام، فبياكل وينام، ده غير ان الغده عنده كان فيها مشكله فالحرق عنده ضعيف. هنا نزل معانا قد ايه؟ بصي اكتر منطقه كان فيها مشكله هي منطقه البطن، ودي اكتر مشكله عند اغلب الرجال، هو الجسم كله كان مليان، اكتر مشكله كانت عامله ازمه في اللبس وفي الشكل، حتى دراعاته باينه، هو عامه ورقبته باينه، كان عنده لغد. بصي هو خلاص هو اتحول بقى واحد تاني، هو نازل معانا 43 كيلو هو في 3 شهور. بصي تحسني مش هو، انت دلوقتي اصلا اختلف. لو انت تعرفيه على الحقيقه وشفتيه بعد ما خس قولي مش هو. فنزل معانا 43 كيلو في 3 شهور، وطبعا ده رقم كبير. بصي هنا ما شاء الله كانت، بصي بقى هنا كانت 132 كيلو، طبعا كان الجسم كله مليان، انا بطني وجعتني من الرقم ده. طبعا بصي انا عايزه اقول لك وكانت الحركه صعبه، وكان عندها ضغط وسكر وعندها كوليسترول، فطبعا كل الحاجات دي تخن اصلا وحش، طبعا تخن بيأثر على الرجل ويجيب السكر والضغط والقلب وتحس ان انت عبء على البني ادمين، خصوصا بقى لو تعبانه وهيوديكوا للدكتور تحسوا ان هم حركي بالعافيه مفرهدين، هم شايلينك بقى ويقفقفوا بقى منك. لكن لا يا جماعه عايزين نرجع كده نشاط وحيويه كده وناخد الخطوه بقى بالزبط. يعني في ناس بتخاف، لان بيخافوا ليه؟ جربوا ومفيش نتيجه، دي حقيقه، ده الخوف بقى يا جماعه، اكسروا بقى حاجز الخوف. منتج طبيعي كلها اعشاب طبيعيه، مفيش منه اي ضرر، واخد تصريح وفي متابعه معاكي يوميه، واهو التصريح قدامكم على الشاشه، ارقام التليفون قدامكم، وفي بقى هدايا، حقن وفي نقط وفي كبسولات وفي اعشاب، كلها وفي كريم حاجات طبيعيه كمان السليولايت. بنتكلم عنه يا جماعه، الناس اللي تخنت وخست وعندهم بقى ترهلات خطوط البيضة والحاجات دي كلها، سليولايت، بتلاقي ناس عندها كرمشه في الجلد كده بعد مثلا نزول الوزن، او في العادي عندها خطوط مثلا لونها ابيض او احمر او كرمشه في الجلد او الكلام ده كله. النهارده معاكي علبه كريم السليولايت بجزيئات الذهب والكولاجين، ده اول حاجه كل المشاكل بتاعت الجلد دي هيحلها. الدقن المزدوج، الناس عندها دقن مزدوج اللي هو الدبل تشين، ايوه هتلاقي ايه من اول استخدام هتلاقي نتيجه على طول على طول مع الكريم. يا جماعة الناس اللي عندها مشاكل وعندها لغد برضه تتحل، إيه اللزاليز اللي في الدراع، اللي التريات اللي في الظهر. ايوه والله دي حقيقة فعلا، دي حقيقة هتنزل. رجلكوا بقى بتوجعكوا وعندكوا خشونة، بيجي الغضاريف والحاجات دي كلها، كل ده بالتخن، التخن اصلا وحش، ده بسبب زيادة الوزن. بنلاقي بعد كده مأثر على كل حاجة، وبتبقى هي لابسة اللبس وتقول لي كان عندي منطقة البطن بارزة، الظهر، كل الكلام ده. العرض بتاعك النهاردة ينزلك من 20 ل 30 كيلو وانت مرتاحة، مش ملزمة بدايت ولا برياضة، مع ان طبعا الرياضة حاجة مهمة جدا، بس انا مش بلزمك برياضة، ممكن ما عندهاش وقت، ممكن ما عندهاش القدرة ان هي تلعب رياضة او مفيش وقت، تمام؟ فانت النهارده واخده كورس كامل، كبسولات، نقط، اعشاب، عليها كبسولات ونقط واعشاب تاني، معاكي 2 انبول تعليد حرق يحسن لك مشكله الغده الدرقيه لو هي ما بتحرقش، او اي مشكله في الجسم مخليه الحرق بتاعك ضعيف، معاكي كريم السليولايت، معاكي الجرين كوفي النهارده هديه على العرض، مع النهارده قهوه خضراء. قهوه خضراء حلوه اصلا، في كل حالتها حلوه. انا عايز اقول لك طعمها حلو جدا جدا جدا، بتتاخد من غير سكر، حلوه جدا، مضاد للاكسده، ترفع معانا معدل حرق الجسم، تديكي نسبه الكافيين الكويسه اللي الجسم محتاجها. فانت النهارده واخده 10 منتجات في كورس حلال المشاكل، من اول اسبوع هتلاحظي فرق. احنا بقى معانا فتره الصيف دي، اللبس الالوان واللبس الخفيف والافراح الكتيره، الافراح تستضلعي على اسم القاعه. يا جماعه خسوا وخسوا، روحوا بقى تخطبوا بقى واتجوزوا وافرحوا كده وعيشي حياتك. أيوة بقى، ايوه لان بتيجي بقى بعد الجواز بقى الحمل والولاده، فطبيعي الجسم بيتغير. طبعا بنت قد كده فتلاقي نفسك قد كده، ما تسيبيش نفسك تبقى قد كده، يعني حاولي يعني حتى لو تخنت شويه بعد الولاده مفيش اي مشكله خالص. طب الرضاعه هل ينفع مع الرضاعه؟ ينفع مع الرضاعه من سن 6 شهور للبيبي، تقدر ان هي تاخد الكورس عادي جدا. ليه؟ الكورس بتاعنا النهارده كله مكونات طبيعيه، فيتامينات، الياف، فواكه استوائيه، ملوش اي اعراض جانبيه، مناسب معاكي من 13 سنه او سن البلوغ لحد 70 سنه، مناسب مع كل الحالات الصحيه، ضغط، سكر، كوليسترول، كل حاجه. منطقه البطن اللي عامله لكم مشكله او عامله ازمه معانا، اللي هي البطن بالجينات كده، اللي هي تبقى زي الحزام كده،
دي اكتر مشكله بتجيلنا، منطقه الكرش او البطن دي هتلاقي فرق معاها ان شاء الله من اول 10 ايام. هننزل قدام المرايه، هننزل مقاسات، هننزل في شكل الجسم، وكل حاجه هتتحل معاكي، ومعاكي فريق طبي كامل على اعلى مستوى بيتابع معاكي لحد ما توصلي للوزن المثالي اللي انت عايزاه. نشوف ياسر. ياسر صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. طيب. وعوده حميده، ربنا يبارك لك. تسلم. تسمحي لي يا شيف بس اسال ضيفتك سؤال سريع كده؟ طبعا اتفضل يا سمعات. وانا كمان يعني سمعات بعد الكلام الحلو اللي احنا عاملين نسمعه ده والطاقه الايجابيه، فاحنا يا استاذه عايزين نصيف. تمام. طب ما تصيف ايه بقى؟ لا مش هينفع نروح نصيف في الكرش ده خالص. عادي، احنا ما عندناش مشكله. انا اصلا عايز اتكلم في النقطه دي، ان الناس بتقول لي انا عايز اطلع مصايف، انا هاخد الكورس وابقى ملزم بقى او يعني مقيد. انت هتاخد الكورس النهارده حتى لو انت عايز تسافر بيه، او هتاخد الكورس عشان تنزل وزنك وتقدر ان انت تطلع مصيف، او ان انا البس الوان او اللبس الصيفي او ايا كان، كورس هيساعد معاك. طب انا عايز اطلع مصيف على طول، هاخد الكورس بتاعي، هستخدمه كبسولات، اعشاب، نقط، حاجات طبيعيه كلها، اقدر ان انا اخدها كده وانزل الميه عادي، اخد كبسولتي مع الفطار وانزل اعمل اللي انا عايزه كله، هروح الشغل، اطلع مصيف، اعمل كل حاجه. ليه؟ طب انت وجهيني وجهيني. طب انا هاخد الكورس اجيبه ازاي؟ انا يعني انا عايز الكورس. طيب خلاص قررت اخد التجربه دي ان شاء الله. طيب اول حاجه هنعمل ايه؟ هنتصل بالارقام اللي موجوده دلوقتي معانا على الشاشه، نتصل نسال على عرض شيف صدفه، او نقول عايزين كورس حلل المشاكل بتاع مي. هناخد الكورس، الفريق الطبي اللي هيرد عليك هيعرف الوزن، السن، الحاله الصحيه، لو في اي مشاكل موجوده هيديك الكورس المناسب بالخصم بالهدايا اللي معانا النهارده، وتوصيل مجانا لحد البيت، ومعاك دكتور او دكتوره هيتابعوا لحد ما نخلص الكورس بتاعنا ان شاء الله. تمام جدا، شرفتني، وان شاء الله بنلاقي فرق من اول اسبوع باذن الله. شكرا ليكم، كل سنه وانتم بالف خير. وانت طيب يا ياسر، ان شاء الله تجرب الكورس ويجيب نتيجه معاك، وتتصل بقى تقول لي على النتيجه ان شاء الله. انت كنت وزن قد ايه باذن الله؟ باذن الله. خسيت قد ايه ان شاء الله؟ تروح بقى الساحه كده وتركب العوامه والبطه وتبلبط ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. يبقى احنا كده العرض بتاعنا تاني ايه بقى عشان الناس تبقى مجمعه وعارفه العرض كله على بعضه؟ كورس حلال المشاكل بوكس النهارده 10 منتجات في كورس واحد، كبسولات ونقط واعشاب، ده اول عرض هناخده. عليه كورس كمان هديه كبسولات ونقط واعشاب تاني، وعليه اربع هدايا مهمين جدا 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 معانا في مرحله التخسيس، 2 امبول تعليه حرق، كريم السليولايت بجزيئات الذهب والكولاجين، ومعانا كمان الجرين كوفي الخطيره في تعليه معدل حرق الجسم. يبقى الناس لو دلوقتي حد عنده مشكله في الحرق، كل الكورس اللي معاك النهارده يرفع لك معدل حرق الجسم. طب انا عندي شهيه عاليه، باكل اكل كتير، او باكل اكل فيه زيوت او اكل من بره، كورس النهارده معاك علبتين كبسولات، كل علبه 30 كبسوله كفوا معاك شهرين كاملين، يقفلوا لك الشهيه طول فتره الكورس ده. يبقى انا قفلت لك الشهيه، رفعت معاك معدل حرق الجسم، قضيت على الخليه الدهنيه، هعمل لك نحت وتثبيت بالكورس اللي معاك. يبقى انا نزلتك 30 كيلو وكمان ثبتت لك النتيجه، وعملنا نحت ونزلنا اماكن تجمعات الدهون كلها. يعني اكتر من كده ايه يا جماعه؟ نحت وتثبيت وتخسيس وتنسيق قوام، كل حاجه. عايزين ايه تاني؟ وكمان بقى حاجات السلوليت، الحاجات المداريه برده هيشيلوها. طيب لما حد بيخس بقى كده، هل بقى بيرجع تاني؟ اول حاجه بيرجع تاني، تاني حاجه بيبقى فيه جلد واقع، ولا الكريم بقى بيشد كله اول باول؟ انا كده كده انا عايزه اقول لك الكورس بتاعنا اصلا لا يسبب ترهلات، لكن في ناس عندها اصلا ترهلات، تبقى جايه عندها ترهلات، فاحنا النهارده معانا الكريم بيحل كل مشاكل الجلد، سليولايت بقى، ترهلات، كرمشه في الجلد، علامات تمدد، خطوط لونها ابيض او احمر، كل ده بيتحل النهارده مع كريم السليولايت بجزيئات الذهب، دي لوحدها اصلا جباره على المشاكل بتاعت الجلد كله بشكل عام. فانت هتلاقي تجميل وتخسيس وصحه، هتخسي بصحه، هتلاقي نفسك شعرك بيتقل مع الكورس، ان هو مدعم بفيتامينات، مفيش بقى سواد تحت العين، مفيش ارق، مفيش تعب، هننزل من 20 ل 30 كيلو بشكل امن، متابعه طبيه كامله، توصيل مجانا لحد البيت. العرض النهارده فيه خصم وهدايا عشان شيف صدفه، العرض النهارده حلو جدا جدا، كورس حلال المشاكل فعلا بيحل كل مشاكل السمنه. انت نورتنا النهارده يا مي، وشكرا ليكي طبعا، وشكرا لكل الناس اللي اتصلت بينا النهارده. يا جماعه منتج طبيعي امن 100%، مفيش منه اي ضرر، ارقام التليفونات على الشاشه، في الحقوا بقى الخصومات والعرض، 10 منتجات اهو في قلب بعض، كورس حل المشاكل بقى والعقد والحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله. وجربوا وصفاتنا برده ما تنسوش، عملنا الفشه النهارده، وعملنا الطحال، وعملنا برده فضيته، بصوا القرمشه بتاعته، وعملناها على الطشه اللي ما عندهاش فرن. جربوا، نستناكم بكره ان شاء الله، نشوفكم على خير، اقول لكم السلام عليكم.